السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيفية تصميم واجهة مشروع بارتباطات تشعبية على برنامج باوربوينت. للحصول على هذا القالب مجانا رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا يا أصدقائي للحصول على قوالب الباوربوينت وقوالب الانفوغراف الموجودة على موقع عالمكم رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. في البداية أصدقائي رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن صور من هذا الجهاز رح نقوم بإحضار صورة للخلفية. هاي الصورة ونحن محددين رح نتوجه إلى تنسيق الصور ألوان، ورح نعطيها ألوان تكون رمادية بهذا الشكل. رح نتوجه مرة تانية إلى قائمة الإدراج، ومن أشكال رح نختار مستطيل ذو الزوايا المستديرة، ورح نحطه بالزاوية ونكبره على قدر مساحة الشريحة. نسوي الزاوية بهذا الشكل، بعدها رح نضغط على Shift، ومن الأسهم الموجودة على الكيبورد رح نصغر مرة لتحت ومرة بالعرض، يعني مرة بالطول ومرة بالعرض، ضغطة بضغطة. بعدها رح نضغط على Control ورح نسويها شوي هيك بحيث تكون المسافة هون نفس المسافة هون. رح نحط هذا المستطيل بدون إطار، والتعبئة رح نختارها لون بنفسجي بهذا اللون. رح نقر عليه باليمين، ومن تنسيق الشكل شفافية رح نعطيه شفافية 25%. تمام، رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح نرسم دائرة ورح نكبرها بهذا الشكل. رح نتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح أخذ مستطيل ورح أرسم مستطيل بهذا الشكل، يكون جدا رفيع مثل ما نكون شايفين. هذا المستطيل رح أحطه بهذا المكان، رح أصغر الدائرة شوي. تمام، هذا المستطيل رح أحطه في بداية الدائرة هون، ورح أكرره أكثر من مرة بحيث يطلع معي مثل الشبك. رح أحدد المستطيلات من دون الدائرة، ورح أتوجه إلى تنسيق الشكل محاذاة توزيع عمودي بهذا الشكل. بعدين رح نحدد مع الدائرة، ومن دمج الأشكال تجزئة، رح أحدد هدول الأجزاء، رح أحذفهم، ورح أحدد هدول الأجزاء ورح أحذفهم. رح نقرب شوي لعند الدائرة، ورح أحدد الفراغات يلي بين المستقيمات من الدائرة ورح أقوم بحذفهم. رح أحدد هدول الخطوط المعي ورح أحطهم بدون إطار، والتابعة رح تكون باللون البرتقالي. رح أقرأ اليوم باليمين ورح أعطيهم تجميع، رح أعطيهم شوية استدارة هيك وحطهم بهذا المكان. رح أتوجه إلى قائمة إدراج مرة تانية، ومن أشكال مستطيل ذو زوايا مستديرة، أرسم مستطيل طويل وسويه حواف دائرية بهذا الشكل. هذا المستطيل رح أحطه بدون تعبئة، ومن إطار رح أعطيه إطار باللون الأبيض ورح أعطيه شوية سماكة. رح أكرر بضغط على كنترول وسحبه ورح نزله لتحت هيك، ورح أعطيه تعبئة أو إطار بهذا اللون. هذا المستطيل رح أرجع أكرره وأرفعه لفوق شوي. بعدين رح أتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال خط مستقيم ورح أرسم ثلاث خطوط مستقيمة بهذا المكان، كمان بهذا اللون البنفسجي، أعطيهم سماكة، رح نزلهم هيك، رح أحدد ثلاث مستقيمات ومن محاذاة توزيع أفقي بهذا الشكل. بعدين رح أحددهم مع ثلاث أشكال ومن محاذاة توزيع أفقي بحيث يكونوا نفس المحاذاة بيناتهم كلهم. رح نكبر هدول المستطيلين بحيث هلا وقت بدي تسوي لهم تجميع واعطيهم استدارة ما يكون في هون اي عطل، مباشرة يطلعوا معي. تمام، رح اتوجه الى قائمة ادراج، ومن اشكال رح اجيب دائرة ورح ارسم دائرة صغيرة بهذا المكان. رح احط الدائرة بدون تعبئة، والاطار رح اختاره باللون البرتقالي، رح أعطي شوية سماكة، حط دائرة مثلا هون ودائرة هون، يعني نكرر على أكثر من مكان
ضمن مساحة العمل. بعدين أصدقائي راح نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الأشكال راح نختار خط منحني ونرسم زجزاج بهذا الشكل. تمام، راح أحطه باللون البرتقالي وراح أعطيه شوية سماكة وأصغره بالضغط على شيفت، أحطه بهذا المكان وأكرره على أكثر من مكان. تمام، راح أتوجه إلى هاي الشريحة الأولى يلي فيها النصوص، راح أحدد هدول النصوص، راح أخذهم كنترول سي وراح أجي على الشريحة اللي عم أشتغلها كنترول في وراح أضبط أماكنهم بس شوي بهذا الشكل. طبعا عندي هون مستطيل ذو زاوية واحدة منحنية وحاطط فيها نص ومسويهم جروب، وعندي هون العنوان ومثلا نبذة عن المشروع، فيني هون أحط اللوجو يعني هون مكان وضع اللوجو. راح أجيب القوائم كنترول سي وعندي هون كنترول في، عندي هون القوائم الأربعة ملونين باللون الأبيض ومحطوط لهم ظل، والشريحة أو العنوان اللي نحن فيه أو القائمة اللي نحن فيها محطوط لها بولد. تمام هيك أصدقائي، وهيك بيكون رسمنا أول شريحة. هاي الشريحة نقوم بتكرارها بالضغط على كنترول دي من الكيبورد، راح أحدد الدائرة وراح أسوي لها التفاف للطرف الثاني، راح أحدد هدول الأشكال كمان أعطيهم التفاف للطرف الثاني، راح أحدد هدول الزجزاج وراح أتوجه إلى ترتيب استدارة وراح أعطيها انعكاس أفقي، راح أغير شوي بمحلاتهم يعني مثلا الدائرة نجيبها لهون. تمام، راح أحدد هدول النصوص راح أقوم بحذفهم، راح أجي على هاي الشريحة اللي أنا قمت بوضع شكل إنفوغرافية، فيكم أنتم تحطوا أي شيء بدكم في الشريحة الثانية طبعا على حسب العنوان اللي أنتم مختارينه. بما أنه أنا هلأ صرت في القائمة الثانية أو في العنوان الثاني راح أحدده وراح أعطيه بولد، والعنوان الأول راح أشيل البولد عنه عشان يتميز معي وفي أي شريحة أنا واقف. تمام، الشريحة الأولى راح أقوم بتكرارها وراح أسحبها لتحت بحيث الشريحة الأولى هيك، الشريحة الثانية، الشريحة الثالثة. راح أحذف النصوص وراح أجيب شكل إنفوغراف وراح أغير كمان في العنوان، مثلا هون راح أسوي بولد هذا الثالث وهون راح أشيل عنه البولد. رقم 2 راح أكرره وراح أسحبه لتحت، أشيل البولد عن هاي وأحط العنوان الرابع بولد، أحذف شكل الإنفوغراف وجيب شكل انفوغراف تاني. تمام هيك اصدقائي، وهيك بيكون رسمنا الاربع شرايح. خلينا هلا نسوي لهم الحركات، بس قبل ما نسوي لهم حركات وانتقالات خلينا نسوي الارتباطات التشعويه. فعندي الهوم راح انقر عليه باليمين وراح انزل الى ارتباط تشعبي، او راح اتوجه الى ادراج واختار ارتباط تشعبي. تمام، راح اجي على مكان من هذا المستند، راح اشوف الشريحة اللي انا واقف فيها قدي رقمها، رقمها 5. اول ما اضغط عليها راح تطلع لي هون معاينة مشان اتأكد في اي شريحة انا مختار، بعد راح اضغط موافق. راح اجي على العنوان الثاني كمان ارتباط تشعبي، شريحة رقم 6، العنوان رقم 3 ارتباط تشعبي، شريحة رقم 7، واخر عنوان ارتباط تشعبي على اخر شريحة. هدول العناوين راح انسخهم بما انه مسوي لهم ارتباط تشعبي كنترول سي. راح اجي على الشريحة رقم 6، راح احذف هدول كنترول في وراح اسوي فقط البولد. وهلأ راح اتوجه الى عرض الشرائح، الى اعدادات عرض الشرائح، وراح اعطيه مستعرض دون مراقب ملء الشاشة بحيث وانا في جوا العرض وين ما نقرت وانا مشغل العرض تقديمي، وين ما نقرت وين ما ضغطت ما رح ياخذني الى الشريحة اللي بعدها او الشريحة اللي قبلها، وما رح يسوي انتقال ابدا لحتى اضغط على الارتباط التشعبي. راح اتوجه الى انتقالات وراح اعطيهم تحول تدريجي، راح احط المدة 1 او ثانية واحدة،
وراح أضغط على تطبيق على الكل. راح أحدد النصوص وراح توجه إلى حركات، وراح أعطيهن عائم للداخل فعل جزء الحركة، أعطيهن مع السابق، حدد دول وأعطيهن تأخير 50 وليكن، عليهم كمان تأخير 50، بس الأولى حطة بعد السابق بحيث بعد ما تشتغل الشريحة يطلع النص الأول وبعدين يطلع النصوص ورا بعض. جاء الشريحة هاي راعطي هون نمو وتحريك بعد السابق، عندي هون تكبير وتصغير بعد السابق، وعندي هون كمان نمو وتحريك بعد السابق. خلينا نشغل من الشريحة الأولى ونشوف الحركة كيف راح تطلع معنا. راح نضغط على العنوان الثاني فراح يسوي شوية تحريكات، وبعدها راح ياخذني إلى الانفوغراف رقم 2. هلأ على القائمة رقم 3 والقائمة رقم 4، وفيني ارجع للهوم، فيني اجي مباشرة على التصنيف الثالث، اجي على التصنيف الرابع، التصنيف الثاني، فيني اتنقل داخل المشروع على راحتي. وش قد ما ضغط مثل ما حكيت داخل هذا المشروع ما راح ينقلني على أي شريحة لحتى أضغط على الارتباط التشعبي. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. للحصول على هذا القالب مجانا رابط التحميل رح يكون بوصف هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.